بشراكم أهل التقى والصلاح، ففي سماكم كوكب السعد لاح، الواديين استبشرت وارتدت، في محفل التتويج أغلى وشاح، في محفل التتويج أغلى وشاح. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى الأمين. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتنا للجميع، أتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي خير. الإخوة إن شاء الله سوف نقوم بتثبيت قارئ شاشة جديد، سوف نقوم بتثبيته ونضبط إعداداته ما عرفنا منها، وفي الحقيقة إعدادات تاعه سهلة مش حاجة كبيرة. هذا هو قارئ الشاشة الجديد الخاص بشركة الهواوي، نقوم بتثبيته نظر ضغطين، ثم نسحب حتى نجد انستالي ضغط على ضغطين، نسحب نسحب ابليكاسيون انستالي حتى الاوكي اضغط عليها بضغطتين. الان نذهب الى امكانية الوصول لتشغيل هذا قارئ الشاشة الجديد. الإخوة اللي عندهم الجيشيو يأتي بالقائمة، وذلك بالسحب من الأعلى أسفل ثم اليمين، والإخوة اللي مستخدمي التورك باك يذهبون إلى الإعدادات ثم إمكانية الوصول. ندخل إلى إعدادات الكومنتاري، بارامتر الابليكاسيون، ندخل هنا بضغطتين، ثم نسحب حتى نجد أكسيسيبيليتي، ندخل بالضغطتين. كما قلنا الإخوة المستخدمي التورك باك يدخل البارامتر ثم يسحب حتى يجد accessibility، ثم ندخل إلى سيرفيس انستالي، ندخل هنا بضغطتين. هذا الإخوة اللي عندهم الأندرويد 9 و10، أما الإخوة اللي عندهم الأندرويد 8 يدخل accessibility ويسحب حتى يجد سكرين ريدر. نسحب سكرين ريدر ديزاكتيفي، أضغط على ضغطتين، ثم نسحب نسحب سكرين ريدر ديزاكتيفي، أضغط على ضغطتين، ثم نسحب حتى نجد أوكي، أضغط بضغطتين. وبهذا المفروض قد قمنا بتشغيل سكرين ريدر. نخرج نخرج مرة أخرى، نوقف الجيشيو، والإخوة اللي مشغلين التورك باك يوقفوه، أضغط ضغطتين ثم نضغط أوكي. وبهذا المفروض الآن أنا أشتغل بقارئ الشاشة الخاص بشركة الهواوي سكرين ريدر. نخرج إلى الصفحة الرئيسية. إخوة، بعد ما قمنا بتثبيت قارئ الشاشة الهواوي سكرين ريدر وشغلناه ووقفنا الجيشو، الآن نتصفح الإعدادات الخاصة به. نأتي بقائمة الإعدادات الخاصة بهذا القارئ، وذلك بالسحب من اليسار لليمين ثم إلى الأسفل، ثم نسحب من اليسار لليمين، نسحب. أول عنصر هو لإيقاف هذا قارئ الشاشة، نسحب مرة أخرى، هذا العنصر يعلمنا بما هو موجود في الحافظة، على اعتبار أننا ثبتناه جديد فحاجة نفرو منها الحافظة تكون فارغة. نسحب أكسيون دو ليديتور، هذا خاص بمربعات الكتابة، فلما نكتب نص ما ونريد التعديل عليه أو نسخه أو لصقه وغير ذلك، فلا بد أن نضغط على هذا العنصر. نسحب من اليسار اليمين، هذا لإعادة آخر ما نطق، نسحب. هذا العنصر لتهجئة آخر ما نطق،
Suspendre exploration via toucher. Toucher deux fois pour activer. هذا العنصر لابد أن لا نضغط عليه. لماذا؟ لأننا لو نضغط عليه فإنه يصبح يشتغل هذا قارئ الشاشة بالنقرة الواحدة. ولكن للأسف حتى الإيماءات السحب من اليسار لليمين تتوقف، فتكون مضطر لتشغيل قارئ شاشة آخر للأسف. اسحب. هذه لمن أراد تشغيلها فليشغلها، اللي أراد يتركها كما هي يتركها كما هي. اسحب من اليسار لليمين. نسحب. هذا الخاص بالاهتزاز فيبرر، أنا لا أحبذ الفيبرر، سوف أضغط عليها. خوف حق، أنا لا أحبذ لما أكون أتصفح في الهاتف يهتز في يدي، لذلك قمت بتوقيف الاهتزاز الفيبرر، ولكن لما ضغطت فخرج بي إلى الصفحة الرئيسية. نرجع مرة للإعدادات، وذلك بالسحب من اليسار اليمين ثم إلى الأسفل ثم نتصفح. ندخل إلى بارامتر سكرين ريدر، إعدادات هذا قارئ الشاشة. كما فيه ملاحظة الإخوة، الدخول إلى الإعدادات هذا القارئ الشاشة كان بإمكاننا لما قمنا بتشغيله نسحب فسوف نجد الإعدادات بارامتر. ندخل هناك ونضبط الإعدادات. نسحب من اليسار اليمين، هنا أعطانا الأذونات، وفي الحقيقة ما يتطلبش بزاف أذونات، يطلب إلا رخصتين إن صح هذا التعبير. نسحب. جيري لي زابيل تليفونيك. نسحب حتى نصيب ترخيص. رخص ولا. هنا كذلك أطلب منا الإذن الثاني. نسحب من اليسار اليمين. نسحب حتى الأوتوريزي السماح. نسحب. نضغط بضغطتين. نسحب. 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 هنا لاختيار المحرك الصوت الذي أريد، سواء كان سمارت فويس أو سينتاز فوكال جوجل ولا أكابيلا، كل شخص ولا سادة إذا أراد تغيير السينتاز فوكال يدخل هنا. نسحب. هنا الإشعارات، عم حدد على دائما يعلمون بالإشعارات، أنا الحق لا أحبذ هذا. ندخل بضغطتين ثم نسحب من اليسار اليمين. نسحب. نسحب، هذه محددة. يعلمنا لما تكون الشاشة مفتوحة. نسحب. يعلمنا بالإشعارات لما تكون الشاشة مغلقة. نسحب. وأنا سوف أضغط على هذه لتحديدها. هنا كل شخص يحدد ما يريد، أنا في الحق لا أحب الإشعارات. نسحب من اليسار اليمين. هذه خاصة بالميساج. نسحب الرسائل. هذه خاصة بالنوافذ المنبثقة عن النافذة التي أكون فيها، سوف أتركها غير مفعلة. نسحب. أنا هذه سوف أتركها مفعلة. أنا أحب لما أدخل إلى صفحة ما أجدها على شكل صفحة واحدة وليس مقسمة إلى صفحات، فمثلا لما ندخل إلى صفحة التطبيقات الخاصة بالهاتف لا يعرض لي التطبيقات المثبتة على هاتفي على شكل صفحات، وكل ما أريد الاطلاع على الصفحة الأخرى أسحب بأصبعين إلى الأسفل إلى الأعلى، أو حتى في الكونتاكت في جهات الاتصال عندي لو انفعل هذه فسوف يعرضها لي على شكل مجموعة من الصفحات إن صح هذا التعبير، وكل مرة أكون مضطر للسحب بأصبعين من الأسفل الأعلى للذهاب للصفحة التالية، فأنا سوف أتركها محددة يعرضها لي على شكل لائحة واحدة فقط. اسحب. أنا لا أحب إذا كل مرة يذكر للشبكة وغير ذلك. نسحب. لكتور كونتيني، هي باينة. نسحب.
Énonciation des informations liste grise. Les informations liste grise ne sont pas énoncées. Désactiver. Toujours énoncer les touches saisies. Toucher deux fois pour activer. Énoncer les saisies clavier. أنا هذه الحلقة سوف أتركها محددة ليعلمني بالحروف التي أكتبها. هذا خاص بلوحة المفاتيح. فمثلا لما أكتب أو ألمس حرف الألف يقول لي ألف لام جيم دال حاء خاء عين دال وغير ذلك. ولمن لا يريد هذا الأمر يدخل هنا ويسحب للأخير فسوف يجد لا تعلمني نهائيا أو بتاتا. يضغط عليها بضغطتين لتحديدها. أسحب. هذه كذلك سوف أتركها محددة أو مفعلة حتى يعلمني بالعنصر الذي أكون واقف عليه سواء كان زر أو رابط أو صورة وغير ذلك. نسحب. هذا العنصر يعطينا اختيار قراءة المحتوى بالترتيب الذي نريد. ندخل هنا بضغطتين. نسحب من اليسار لليمين. نسحب. هو هنا افتراضيا يجي ستاتي نو تيب لائحة اسم ونوع العنصر. نسحب. تيب نو ستاتي توشي دو فوا بور سيليكسيوني تيب نو ستاتي نوع العنصر الاسم واللائحة. لمن أراد تحديد هذه فليحددها. نسحب. نو تيب ستاتي نو تيب ستاتي. أنا سوف أتركها كما هي. نخرج. نسحب نسار اليمين. Énonciation des éléments d'identification. L'élément d'identification des boutons sans balise n'est pas énoncé. Désactiver bouton. هذه لابد من تحديدها حتى يقرأ لنا الأزرار sans les billets. نسحب. Déverrouillage de l'écran. Le déverrouillage de l'appareil n'est pas notifié. Désactiver bouton. Toucher deux fois pour activer. هذا أمر اختياري لمن أراد لما يفتح الشاشة يقول له تم فتح الشاشة فليقوم بتفعيل هذا. نسحب. Verrouillage de l'écran. Le verrouillage de l'appareil est notifié. Activer bouton. Toucher deux fois pour activer. هذا كذلك أمر اختياري. نسحب. Changement du volume système. Les changements du volume système sont notifiés. Activer bouton. هذه خاصة برفع مستوى الناطق أو صوت الميديا فيعلمنا بالنسبة المئوية 50 60 65 75. فسوف أتركها محددة. أسحب على اليسار اليمين. هذه خاصة بكلمة المرور فسوف أتركها مفعلة. لماذا؟ حتى لما ألمس الحرف يقول لي ما هذا الحرف ألف أو أ بي دي. فأنا مثلا كلمة المرور لفتح الشاشة هي عبد الكادر فلما أضع أصبعي على حرف الأ يقول لي أ ولما يكتب يقول لي بيش وهكذا. نسحب. هذه المفروض نفعلها حتى يعلمني بمكان تواجد الكرسر سواء في البداية والنهاية أو غير ذلك. نسحب على اليسار اليمين. من يدرى كرسي. نسحب. ستيل دو منيو ليست. ستيل دو منيو اتركها ليست. نسحب. بارامتر دو منيو سيركولير. نسحب. بارامتر دو منيو ليست. نسحب. فونكسيون. فونكسيون. نسحب. يوتيليزاسيون دو فلو داكسيسيبيليتي. الفوليوم ميديا ايت اجستابل ان توشان ديريكتومون لي بوتون دو فوليوم. سيلوي دو سكرين ريدر ايت ان توشان دابور ليكران بوي لي بوتون دو فوليوم. اكتيفي بوتون. توشي دو فوا بور اكتيفي. هذا العنصر مفعل سوف اتركه مفعل. ما معناه؟ معناه انني لما اريد رفع وخفض مستوى الميديا أضغط على زري رفع وخفض مستوى الصوت ولما أريد رفع مستوى الناطق أو خفضه أضع أصبعي في وسط الشاشة وأستخدم زري رفع وخفض مستوى الصوت مثله مثل الجيش. نسحب. هذا العنصر غير مفعل سوف أقوم بتفعيله وذلك بالضغط على ضغطتين. هذا معناه أنني لما أكون أستمع إلى أوديو أو أتفرج على فيديو في اليوتيوب وغير ذلك فلما أسحب فسوف ينقص صوت الميديا ويرتفع صوت الناطق. نسحب اليسار اليمين. استشعار التقارب لابد من تفعيلها حتى لما أقرب يدي إلى الهاتف أو أقرب الهاتف إلى وجهي يسكت الناطق ما يكترش لنا الفوضى. نسحب. هذه خاصة بهز الهاتف يقرأ لنا القراءة المستمرة وهنا فيها عدة اختيارات. هز الهاتف بقوة متوسطة
هز هاتف طريقة عادية لمن أراد اختيار هذا الأمر، يدخل هنا ويختار ما يريد. نسحب اليسار اليمين. Énonciation des indices d'utilisation. Les indices d'utilisation sont énoncés après un bref délai lorsque l'indicateur de ciblage est déplacé. Activé. Bouton. Touchez deux fois pour activer. هذه سوف أوقفها حتى لا أسمع. Touchez deux fois pour activer. أضغط إضغط زين لتوقفها حتى لا نسمع هذا الكلام. Touchez deux fois pour activer. نسحب اليسار اليمين. Geste personnalisé. Geste personnalisé. هنا مجموعة الإيماءات الموجودة في هذا الناطق، كما أنه بإمكاننا تخصيص هذه الإيماءات. ندخل بضغطتين لنعرفها. نسحب اليسار اليمين. نسحب. نسحب. نسحب من اليسار اليمين الذهاب للعنصر التالي. للرجوع للعنصر السابق. الصفحة الرئيسية هذه مشابهة للتولك باك. نسحب. هذا لفتح قائمة الإشعارات. السحب من الأسفل الأعلى ثم اليمين. للرجوع مثل التولك باك. السحب من الأعلى الأسفل ثم اليسار. الصفحة الرئيسية صفحة التطبيقات ليزابليكاسيون ريسون. أعلى أسفل يمين. هذا خاص بمربعات الكتابة. السحب من اليمين لليسار أعلى. هذا خاص بتسمية الأزرار غير المصنفة. نسحب. السحب لليمين ثم للأعلى، هذا يعطينا معلومة التطبيق وغير ذلك. نسحب. وهذا لفتح القائمة الخاصة بالتطبيق. السحب لليمين ثم إلى الأسفل. هذا كل إن شاء الله سوف نراهم بعد لحظات. نسحب. نسحب. المهم هذه الإيماءات بإمكاننا تخصيصها. ندخل ونختارها أمر آخر. نخرج. ثم نسحب اليسار اليمين. راكورسي بيرسوناليزي. هذه في الحقيقة ميزة ممتازة جدا في هذا قارئ الشاشة الهواوي، ألا وهي بإمكانك زري رفع خط الصوت يؤدوا لك مجموعة من الوظائف أو فتح تطبيق وغير ذلك. هذا في الحقيقة يحتاج إلى شرح خاص، ولكن سوف ندخل لنطلع على فقط. ندخل بضغطتين ثم نسحب اليسار اليمين. نسحب. أضغط بضغطتين لتشغيلها. ثم نسحب اليسار اليمين. لاحظوا قال لي اوكا لانني لم اخصص لها اي امر. نسحب. كذلك هذه لم اخصص لها اي امر. المهم هذو ان شاء الله لهم شرح، لهم شرح خاص ان شاء الله. ما مش كتار، ولكن نحاولوا كيفاش نتكلموا عليهم باختصار هما وكيفية تخصيص الإيماءات. نسحب اليسار اليمين. هذا خاص بلوحة المفاتيح الخارجية كلافي اكسترن. نسحب. هذه راهي غير مفعلة. ما معناها؟ معناها أنني لما أفعلها، مثلا أنا في الصفحة الرئيسية لما أضع أصبعي على تطبيق الواتساب لا يفعل، ولكن إذا رفعت أصبعي ثم وضعته مباشرة عليه فسوف يفعل. هنا لا نحتاج إلى النقر مرتين، بمجرد ما أضع أصبعي مرة واحدة ثم أرفعه ثم أضعه فسوف يفتح معي التطبيق. فهذه في حقها ميزة موجودة في الجيشو، وهي كذلك موجودة هنا في هذا قارئ الشاشة الهواوي. نسحب اليسار اليمين. هذه أنا عندي نفعلها وما نفعلهاش غير كيف كيف. لماذا؟ لأن أنا عندي تلقائيا زر أزرار روتور رجوع، وزر الصفحة الرئيسية، وزر التطبيقات المفتوحة ليزابليكاسيون ريسون عندي بالضغطة الواحدة.
فهنا الإخوة الذين عندهم هذه الأزرار بضغطتين يقومون بتفعيل هذا العنصر وذلك بالضغط عليه بضغطتين. نسحب اليسار اليمين. هذه لابد أن تبقى مفعلة. نسحب. هذا العنصر خاص بالحزم الصوتية الخاصة بهذا قارئ الشاشة الهواوي على عكس التورك باك الذي فيه إلا حزمة واحدة، فهذا فيه مجموعة من الحزم الصوتية. ندخل بضغطتين. وهنا كل شخص يختار ما يريد أو يتركها كما هي. نسحب نسحب نسحب. كلاسيك تندنس مثلا أختار هذه. أضغط بضغطتين. نسحب. مستوى 50% لمن أراد أن يرفع يدخل هنا ويرفعها 70 أو 80 أو 90. نسحب. هذا خاص بالفيبرر رانا موقفينها. نسحب. باليز بيرسوناليزي هذا خاص بالأزرار الغير مصنفة. نسحب. نسحب. أبل. نسحب. إشعار بالمكالمات الهاتفية، وفي الحقيقة ما لا ينطق الاسم ولكن يقول لك مكالمة واردة هاتفية، فلمن أراد تفعيلها فليفعلها. نسحب. هذه ميزة ممتازة جدا في هذا قارئ الشاشة الهواوي ولكن للأسف لم تشتغل معي. ما معناها؟ معناها أنه بإمكاننا تخصيص إيماءات للرد على المكالمات الهاتفية ورفضها وتكبير الصوت مستوى الصوت، ولكن للأسف أنا حتى الإيماءات الافتراضية لم تشتغل معي، لا أعرف لماذا. ندخل هنا بضغطتين. نسحب من اليسار اليمين. نسحب. نسحب. ندخل هنا بضغطتين. نسحب من اليسار اليمين. نسحب. هنا للرد على المكالمة الهاتفية افتراضيا السحب لليمين، فلمن أراد تخصيصها يدخل هنا ويختار إيماء ما. ندخل مثلا. نسحب. نسحب. نختار هذه مثلا. على كل الأسف أنا ما اشتغلت معي. نسحب. لرفض المكالمة أو إنهائها حتى هذه الإيماءة لم تشتغل معي، فهذه كذلك بإمكانك الدخول هنا وتختار إيماءة لهذا. نسحب. وباش نديرو بارلل كذلك هنا بإمكانك تختار إيماءة. للأسف أنا كل هذه الأمور ما اشتغلت معي، لا أعرف لماذا. نسحب. هذا زر لكي ترجعها كما كانت سابقا، هذا إن كنت قد قمت بتخصيص الإيماءات. نخرج. نسحب من اليسار اليمين. هنا بإمكانك رفعها أو تتركها حسب مستوى الميديا. نسحب. نسحب من اليسار اليمين. أبروبو وصلنا إلى نهاية الإعدادات. نخرج. بقيتنا أمور أخرى. نأتي بالقائمة وذلك بالسحب من اليسار اليمين ثم الأسفل ثم نسحب. 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 كنا أدخلنا لهذا العنصر، هذا آخر عنصر أدخلنا له. نسحب. أمر واضح هذا. نسحب. لكتير كونتيني كذلك أمر واضح. نسحب. روشيرشي إكران. هذه فكرة مشابهة للتورك باك لما نريد البحث على تطبيق ما. نسحب. إكسترير ليليان. هذه نحتاجها للوصول للروابط الموجودة في علبة الوصف وأمور أخرى مثل الرسائل وغير ذلك. نسحب. أجوتي إن باليز هذا لتصنيف الأسرار غير مصنفة. نسحب. بارامتر دو منو سيركولار. نسحب. إنونسياسيون دو نوتيفيكاسيون. نسحب. أوديو بور إنونسياسيون ديز إليمون سيبلي. نسحب. توشينيك. أنيلي. وبهذا المفروض قد تصفحنا كل الإعدادات الخاصة بهذا القارئ الشاشة. الآن نشوف بعض الاختصارات التي تكلمنا عليها. مثلا السحب إلى الأسفل ثم إلى اليمين
يعطينا لي زابليكاسيون ريسون التطبيقات المفتوحه نجرب. نضع اصبع هنا هذا قال لي تو فيرمي اضغط عليها. السحب من الاعلى الى الاسفل ثم الى اليسار هذا يعطينا ريتور رجوع. مثلا ندخل الى ملفاتي ندخل هنا واردت الرجوع نسحب من الاعلى الى الاسفل ثم الى اليسار. كذلك السحب من الاسفل الى الاعلى الى اليمين يعطينا قائمه الاشعارات فوليدو نوتيفيكاسيون. لاحظوا كذلك السحب من الاسفل الى الاعلى ثم الى اليسار هذا يخرجنا الى الصفحه الرئيسيه. السحب من اليسار لليمين الى الاعلى هذه تمثل الضغط المطول. فنحن مثلا لما نريد معرفة بعض المعلومات الخاصة بتطبيق ما أو إزالته نضغط عليه بضغطتين الأولى عادية والثانية طويلة ثم نسحب فسوف نجد أنفو نجد ديزانستالي. أما في هذا قارئ الشاشة بإمكانك أن تقوم بهذه العملية بهذه الإيماءة ألا وهي السحب من اليسار إلى اليمين الأعلى. نجربها وأنا واقف على تطبيق الواتساب. نسحب هذا قال لي سيبريمي من الصفحة الرئيسية. ديزانستالي معلومات حول التطبيق وغير ذلك. كما هناك إيماءة أخرى وهي السحب من اليمين اليسار ثم إلى الأعلى فهذه لابد أن نكون في مربع خاص بالكتابة حتى تعطينا أمور المتعلقة بالحقول الخاصة بالكتابة مثل النسخ لصق والتعديل والتحديد وغير ذلك. كما هناك إيماءة خاصة بالتنقل بدقة القراءة مثل التنقل بالحرف أو بالعبارة أو بالكلمة أو بالسطر وغير ذلك. فإيماءاتها هي السحب من الأعلى إلى الأسفل ثم العودة إلى الأعلى أو العكس السحب من الأسفل إلى الأعلى ثم العودة إلى الأسفل. نجرب هنا التنقل بالحرف. مثلا أنا واقف على ملفاتي أسحب من الأعلى أسفل هم E S S espace espace F F I C H I E R. لاحظوا كذلك تنقل بالكلمة أسحب من على أسفل ثم العودة إلى الأعلى. بالكلمة نسحب من على أسفل ثم العودة إلى الأعلى. بالصدر باراغراف باراغراف موديست موديست ليكتور كونتيني ليكتور كونتيني بار ديفو بار ديفو. ولما نكون في صفحة الويب فسوف نجد الروابط والعناوين. الإخوة كيف في هذا الناطق نلصق ونقوم بنسخ الأمور؟ والله في الحق من الشاشة ما زلت لم أعرف كيف أنسخ، ولكن في مربعات الكتابة كما رأينا هناك عنصر خاص بمربعات التحرير، فهذا هو العنصر الذي يساعدنا في هذا، وله إيماءة كما قلنا السحب من اليمين اليسار ثم إلى الأعلى. الآن أنا داخل مربع التحرير، مثلا أكتب السلام عليك. السلام ألف لام لام سين سين لام لام ألف ألف ميم ميم. كتبت السلام. مثلا أريد أنسخ هذه الكلمة، نأتي بالإيماءة ألا وهي السحب من اليمين اليسار ثم إلى الأعلى ثم نسحب أكسيون دو ليديتور ثم نسحب من اليسار اليمين. Déplacer le curseur في البداية. Déplacer le curseur à la fin. في النهاية. Coller. Coller إذا كانت عندي أمر ما في الحافظة. نسحب. Select tout. Select tout. Commencer le mode de sélection. Commencer هنا للتحديد. Annuler. Bouton. Annuler. Commencer le mode. Select tout. مثلا أضغط على Select tout. Text sélectionné. Salam. Text sélectionné. Salam. ثم نأتي بنفس الإيماءة لو يستحب من اليمين لليسار ثم إلى الأعلى حتى يعطيني النسخ. نسحب من اليسار اليمين. نقل الكيرسر في البداية. كيرسر في النهاية. كوبي. كوبي. كولي. لذلك حتى ننسخ أي عنصر لابد من تحديده حتى يعطينا النسخ. هذا في مربعات الكتابة. ولكن يا إخواني في الصفحة الرئيسية وفي أمور أخرى
ما زلت لم أتوصل إلى هذا، لأنني لما نأتي بهذه الإماءة الصح من اليمين اليسار ثم إلى الأعلى يقول لك مربع الكتابة غير موجود، فلم أتوصل لكيفية من نسخ الأمور من أماكن أخرى غير مربع الكتابة. أيها الإخوة والأخوات، نكتفي بهذا، ولكن قبل ما ننهي لابد من الإشارة لبعض المشاكل التي تواجهني في هذا قارئ الشاشة. أول مشكلة هي التقليب ما بين الصفحات، وهذا في هواتف سامسونج في الأندرويد 9، هذه ماشي مشكلة لها حل. المشكلة الثانية في لوحة المفاتيح سامسونج، لا يمكننا تغيير ما بين اللغات، وحتى هذه ماشي مشكلة لها حل. ولكن المشكلة الثالثة التي نوعا ما مرهقة ومتعبة جدا، هي أنك في البداية لما تستخدم هذا قارئ الشاشة يكون سريع، ولكن بعد مرور فترة زمنية فيصبح ثقيل جدا، ثقيل ومتعب. فأتمنى إن شاء الله التحديثات القادمة تكون فيها تحسينات في هذا الأمر. نكتفي بهذا، لا تنسونا من دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.